أهلا بكم مشاهدين ومستمعين إلى جولة في الصحافة والبداية من الصحافة الفرنسية وموقع مجلة باريس ماتش والذي نشر تقريرا ذكر فيه أن القضاء الفرنسي وجه الاتهام إلى رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين بباريس بعد أن أكد أنه سلم خمسة ملايين يورو من الأموال الليبية إلى معسكر نيكولا ساركوزي قبل فوز الأخير بالانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2007 ووجهت الى تقي الدين تهم التواطؤ في فساد والتواطؤ في استغلال نفوذ سلبي وايجابي والتواطؤ في اختلاس اموال عامه في ليبيا في التحقيق المفتوح منذ 2013 حول شبهات تمويل نظام القذافي لحمله نيكولا ساركوزي الانتخابيه عام 2007 بحسب محاميه تقي الدين. وفي جلسات استماع سابقة قال تقي الدين إنه تأكد من دفع أموال إلى سيركوزي مرشح الرئاسة عام 2007 مشيرا إلى ما ذكره له شخصيا عام 2011 سيف الإسلام القذافي لكنه كان يؤكد أنه لم يتم إطلاعه بالأمر حينها خصوصا أنه لم يتورط أبدا في تسليم الأموال إلى صحيفة العرب اللندنية والتي نشرت تقريرا ذكرت فيها أن زيارة حفتر إلى روسيا للمرة الثانية خلال ستة أثارت تساؤلات المتابعين عن طبيعة الدور الروسي في ليبيا، مضيفة أن موسكو تسعى عقب ما حققته من مكاسب ميدانية واستراتيجية، إبان تدخلها في الحرب السورية، إلى استنساخ النموذج السوري في ليبيا، رغبة منها في توسيع واسترداد نفوذها. ووفق مركز كارنجي للشرق الأوسط، يندرج الاهتمام الروسي المتزايد بليبيا في إطار استراتيجية أوسع، تهدف من خلالها موسكو إلى استعادة دور جيوسياسي بارز. في المنطقة بدءا من سوريا حيث القت بثقلها كاملا خلف حليفها بشار الاسد وبدات بملء الفراغ الذي خلفه الانكفاء الامريكي او اقله الفراغ الذي يعتقد على نطاق واسع بان الانكفاء الامريكي خلفه هناك وذكرت الصحيفة ان روسيا تعمل تحت ستار مكافحة الارهاب الى زيادة دعمها شيئا فشيئا عبر وكلاء موثوق فيهم في ليبيا وذكرت أن روسيا شددت مؤخرا تحديدا خلال تحديدا خلال الزيارة التي قام بها حفتر إلى موسكو على أن تحافظ على روابط وعلاقات وثيقة مع جميع الفرقاء الليبيين، أخيرا إلى موقع ليبيا المستقبل والذي نشر تقريرا للكاتب عز المجهور ذكرت فيه أنه في ظل هذه الأزمة التي تمر بها ليبيا تطالب الأمم المتحدة ومن يطلق عليهم بالمجتمع الدولي حسب تعبيرها تطالب بتطبيق اتفاق سياسي أبرم منذ عام في ديسمبر 2015 وتدفع بقوة لتنفيذه وفرض بنوده بالحالة التي هو عليها مضيفة أنه ثبت أنها غير قابلة للتطبيق. وان الواقع يبين ان الاحداث تجاوزت هذا الاتفاق حتى تاكلت بنوده وتساءلت الكاتبه عن كيفيه تطبيق اتفاق لم يدخل حيز التنفيذ ولا يوجد في الافق ما يشير الى تطبيقه وابرزت الكاتبه ان نتائج الاتفاق السياسي على سلطات الحكم في البلاد تمثلت في المزيد من الانشقاق والانقسام في المؤسسات السياديه والاداره الوسطى وتشكيل مجالس ادارات تسييريه جديده لم يحسم امر الادارات القائمه بل زاد الوضع تفاقما خاصه بعد رفع الادارات القائمه دعاوى امام القضاء الاداري وصدرت في بعضها احكام بوقف نفاذ قرارات المجلس الرئاسي.